أبدأ حديثي بتوجيه الشكر الخاص للعتبة العباسية المقدسة على الدعوة الكريمة التي وجهت لي للمشاركة في مؤتمر أسبوع الإمامة. في الحقيقة البحث الذي تقدمت به للمؤتمر ليس هو جديد من نوعه، ولكن تناوله الكثير من الإخوة الباحثين سواء في العراق أو مصر أو غيرها من الدول العربية والإسلامية. ولكن عمدت في هذا البحث إلى إظهار الحيادية من جانب الاستشراق الألماني أو المدرسة الألمانية للاستشراق، مقارنة بعدم الحيادية في الجهة الأخرى من جانب المستشرقين البريطانيين الذين تناولوا السيرة المحمدية وسيرة الأئمة الأطهار أئمة آل البيت. فموضوع الاستشراق أو المستشرقين من الموضوعات المهمة التي دارت حولها ملابسات شتى، حتى أراد لها البعض أن تفهم على غير وجهها الصحيح، وصاحبها في بعض الأحيان تضليل أخفى على الناس حقيقتها. في الحقيقة هنلاقي برضو أن أنصار المستشرقين في عالمنا الإسلامي والعربي كانوا حريصين دائما على الإسراف والمغالاة في تقدير المستشرقين ودورهم الذي لعبوه في تناولهم للسيرة أو للكلام عن الإسلام بصفة عامة، فجعلوهم فوق مستوى المؤاخذة والشبهات، ولا يعدو أن يكون هذا المسلك خداعا عن الحقيقة وطمسا لمعالمها. ونحن لا ننكر أن من بين المستشرقين نفرا غير كثير التزموا الموضوعية والنزاهة، وقد آل الأمر ببعضهم بسبب هذه الموضوعية التي التزموها إلى اعتناق الإسلام، ولكن هذه القلة لم تستطع أن تشكل تيارا بارزا في إطار الحركة الاستشراقية بصفة عامة. لكن الاستشراق الألماني ظل ينفرد بمميزات قد لا تتوافر لدى الاستشراق في البلدان الغربية الأخرى، فالغالبية من المستشرقين الألمان لم تسيطر عليهم مآرب سياسية، ولم تستمر معهم أهداف التبشير التي من أجلها كان الاستشراق، لم تستمر معهم هذه الأهداف طوال مسيرتهم في دراسة الشر، ولم يتصفوا بالروح العدائية ضد الإسلام والحضارة الإسلامية العربية، بل اتصفوا بحماسهم وحبهم للغة العربية، وتعلق فريق منهم بالتراث والأدب العربي. وقد كان لأعمال هؤلاء المستشرقين أهميتها العلمية لما أبرزته من تأثير على الدراسات الشرقية. كذلك لم تتصف دراسات المستشرقين الألمان بالروح العدائية ضد العرب والإسلام والحضارة الإسلامية، على الرغم من وجود البعض الذين كانت لهم آراء لا تتوافق مع العرب والمسلمين، أو بآراء خاطئة تماماً. هناك بعض المستشرقين الذين كانت لهم آراء خاطئة تماماً ضد الإسلام، وأهم هؤلاء كان مستشرق يدعى نودلكا، تكلم عن الشعر الجاهلي والقرآن الكريم، وآراء أخرى لمستشرق آخر هو جوهان فولرز، أيضا تحدث حول القرآن الكريم وانتقاداته اللاذعة. وإن كانت هذه
الآراء من القلة بمكان، فلم يتعمد المستشرقون الألمان الدس أو التشويه. الألمان تحديداً لم يتعمدوا الدس أو التشويه في دراساتهم، بل بالعكس رافقت معظم أعمالهم روح الإعجاب والتقدير، روح الإعجاب بالإسلام وبنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، والتقدير له ولهذا الدين الخالد. يتضح ذلك بشكل جلي عند المستشرق رايسكا الذي يعرف واشتهر على مستوى العالم بين المستشرقين بشهيد الأدب العربي، وكذلك المستشرق جورج ياكوب أو جورج يعقوب في دراسته عن الشرق في العصر الوسيط. ولا يعني هذا أن الاستشراق الألماني قد خلى تماما من الأهداف الاستشراقية المعروفة من توجيه العديد من الافتراءات على الإسلام. يعني الأمر لم يسلم من بعض الافتراءات التي جرت من جانب بعض المستشرقين الألمان وإن كانوا قليلون. وخير دليل على ذلك كتاب عنوانه تاريخ الشعوب الإسلامية للمستشرق الألماني بروكليمان، الذي ورد فيه مغالطات وافتراءات صارخة حول الإسلام ونبيه صلى الله عليه وعلى آله. من التوجهات المهمة في دراسة المستشرقين الألمان كتاباتهم عن سير أئمة أهل البيت الكرام الأطهار وتحليل مواقفهم السياسية والعقائدية أو عن علاقاتهم بالأحداث السياسية والدينية التي شهدها التاريخ الإسلامي في قرونه الأولى. ويستعرض البحث الذي تقدمت به ذكر الإمام موسى الكاظم عليه السلام عند بعض المستشرقين الألمان، ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أنني لم أعمد في هذه الدراسة إلى حصر كل ما أسهم به المستشرقون الألمان في التصنيف في سيرة أئمة أهل البيت، ولكنني عرضت بعض النماذج التي استطعت الوقوف عليها من خلال البحث والتتبع. وإذا استعرضنا بعض المستشرقين الألمان نجد أن من بينهم المستشرق ويلفرد فرديناند ماديلونج. وماديلونج هذا هو كاتب وباحث في التاريخ الإسلامي اشتهر على نطاق واسع بمساهماته في مجالات الدراسات الإسلامية وخاصة في مجال التشيع. يعني هو متخصص في هذا المجال أكثر من غيره من المجالات التي كتب فيها أو التي درس أو قدم دراسات حولها. كذلك في الكتابة عن سير عدد من الأئمة الأطهار، عدد لا بأس به من الأئمة كتب هذا المؤلف أو هذا المستشرق عن ما يقرب من ثمانية أئمة من الأئمة من أئمة آل البيت، وعلى رأسهم الإمام موسى الكاظم. ويعد كتاب هذا المستشرق والمسمى بخلافة محمد والذي نشر عام 1997 يعتبر هذا العمل عملا بارزا في التصوير العادل للآراء الشيعية حول عملية الخلافة الإسلامية بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. وأيضا كتاباته أو مؤلفاته الهامة في هذا المجال، وعلى رأسها أيضا كتاب بعنوان الحركات الدينية والعرقية
في الإسلام في العصور الوسطى. وكتاب آخر بعنوان الإمام القاسم بن إبراهيم، وهذا المستشرق كغيره من المستشرقين اعتمد في جمع مواده العلمية لتلك المؤلفات على الكثير من المصادر التاريخية الشيعية والسنية، وهناك بعض المستشرقين من اعتمد في كل كتاباته على المصادر الشيعية، ومن هنا جاءت آراؤه ومؤلفاته متوافقة مع كل الأفكار الشيعية أو الأفكار التي نادى بها المذهب الشيعي. وقد اعتمد مادي لونج في جمع مواده العلمية على مصادر، كما ذكرت، مصادر سنية ومصادر شيعية، واستطاع من خلال ذلك أن يصيغ ويحلل الكثير عن حياة الإمام الموسى الكاظم، خاصة فيما يتعلق بحياته السياسية. هناك مستشرق ألماني آخر اشتهر هو أيضا بكلامه أو بمؤلفاته الكبيرة والقيمة في عن المذهب الشيعي. هذا المستشرق هو رودولف شتروتمان، وهو لاهوتي ألماني اهتم أساسا بالمذاهب الباطنية في الإسلام، واستمر هذا المستشرق أستاذا للدراسات الشرقية في جامعة هامبورغ حتى تقاعد عن العمل في سنة 1947، وبالمناسبة هو من مواليد 1877 ميلادية. اهتم هذا المستشرق بدراسة سائر فرق الشيعة، معظم فرق الشيعة هو اهتم بدراستها، سواء الاثنى عشرية والنصيرية والإسماعيلية، وأصدر في هذا المجال العديد من المؤلفات، وجعل عمله الأساسي مركز حول الشيعة بفروعها وحول بعض الفرق الشاذة الأخرى في الإسلام. وفيما يتعلق بأخبار الإمام موسى الكاظم، فيما أورده هذا المستشرق ونذكره تاني اسمه اللي هو شتروتمان، فقد تعرض لذكره، أي لذكر الإمام، في كتابه المعروف الشيعة الإثنى عشرية. هذا هو عنوان كتابه، الشيعة الإثنى عشرية، وهذا الكتاب نشر عام 1926. وفيه تعرض للأحداث التي عاصرها الإمام عليه السلام، والمؤامرات والدسائس التي كان يدبرها العباسيون للخلاص منه، وذلك من خلال استعراضه لسيرة وحياة الإمام. هذا اختصار للمستشرقين الألمان، والبحث موجود به طبعا أكثر من مستشرق تحدثت عن أعماله وعن مؤلفاته. أما عن المستشرقين البريطانيين فنجد أنه قد اختلفت توجهاتهم وآرائهم حول العصر الإسلامي الوسيط، فقد غلب على طائفة منهم الإنصاف والموضوعية في الحديث عن الإسلام. فعلى سبيل المثال، هناك المستشرق المعروف توماس كارليل، المولود 1795 والمتوفى سنة 1881. هذا المستشرق توماس كارليل قدم صورة غير مألوفة عند الغربيين. هم تعودوا على في هذا الزمن على السب في الإسلام وفي رسول الإسلام، ولكن هذا المستشرق قدم صورة جديدة عن الإسلام للغرب. فقد كانت قبله الصورة مظلمة، انتشرت هذه الصورة المظلمة عن الإسلام ونبيه منذ عصر التنوير في أوروبا،
والتي أساءت كثيرا كثيرا لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما نجد أن هناك شريحة أخرى من المستشرقين البريطانيين أفرطوا في مبالغات واضحة أساءوا فيها إلى الإسلام وتاريخه في العصور في العصر الوسيط، وظهر تحاملهم بشدة على الإسلام ورسوله وآل بيته، فغلب عليهم طابع السخرية وأساليب التعجب والاستهجان. ومن أمثلة هؤلاء المستشرق ويليام وير، وهو من كبار موظفي الحكومة البريطانية في الهند، وقد اعتقد هذا المستشرق أن كتب السيرة النبوية مليئة بالأساطير ولا بد من وجهة نظره من تنقيحها. فطبعا المستشرقين البريطانيين اختلفوا كثيرا عن الألمان، أو هذه المدرسة قد اختلفت عن تلك في تناولهم لسيرة الأئمة الأطهار، وخاصة أئمة آل البيت والإمام موسى الكاظم عليه السلام بصفة أكثر خصوصية. أكتفي بهذا القدر لضيق الوقت، والبحث سيكون بين أيديكم إن شاء الله عما قريب، تطلعوا فيه على بعض المستشرقين ومدى حياديتهم، هنعرف مين الذي كان على الحياد ومن الذي تجاوز. وإن شاء الله نلقاكم في مؤتمرات أخرى. أشكركم لإنصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم جناب الدكتور. بالنسبة إلى جناب الدكتور عادل زيادة من مصر الشقيقة، فأيضا هو بحث شيق ومهم. أنا أحب أن أنوه، نحن عندنا في مركز الدراسات الاستراتيجية عندنا أيضا مجلة قائمة مهمة هي في الاستشراق، وأيضا عندنا مجلة جديدة العنوان والمضمون هي الاستغراب، وحاولنا أن نقرأ الغرب من خلالهم، يعني كما هم قرأونا بعنوان الاستشراق نحن قرأنا الغرب بعنوان الاستغراب. وهذه المجلات الآن تنوف على 20 يعني دورة، ممكن جناب الدكتور أيضا يعني تهديه العتبة ما يمكن أن يعني ينفعه في مجال اختصاصه. شكرا لكم. أحسنتم جناب السيد.